اللي صار احنا ولدنا اشتركوا بالامتحانات النهائية بكل تخصصاته، علمي وادبي واحيائي. اللي صار بعد ما ظهرت النتائج انحجبت عن قسم كبير من ولدنا، تقريبا يقدرون ب 512 طالب في 16 مدرسة. ما معقولة هذول كلهم غشوا. احنا اللي نريده استحقاق ولدنا، لا نريد إساءة لأحد، ولا نناشدهم المسؤولين من وزير التربية إلى الإدارة العامة للتربية صلاح الدين إلى قسم التربية في ضلوعية مناشدة أخوية أن يشوفونا استحقاق ولدنا وبناتنا أكثر من هذا. ماني أبنائكم هم غاشين؟ لا شلون غاشين يا أخي؟ شلون غاشين يعني؟ شنو غاش؟ لو غاش ما أطلع لي جاي أنا، كان ضليت ببيتي. زين ما أطلع أنا، إذا بنتي غاشة شنو أجي أدافع عن واحد غشاش؟ لو أجي أدافع عن حق مسلوب لا أكثر ولا أقل. ليش حجبت؟ ما أعرف ليش حجبت. هذا عند بالوزارة أخو، مو عندنا مراكز التصحيح. مستوى طلاب فول. زين؟ يعني إذا ما أقول لك 100 99 98 هذا المتوقعينه، أما نتائج حجب بهالعدد هذا شيء غير معقول يعني.